بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم في كل الخير، وأهلا وسهلا بكم معنا في هذه الليلة المجنونة، ليلة الانتظار، وما أحلاها وما أجملها من ليلة في عالم فري فاير وتحديدا في السيرفر الأوروبي. والمواجهة المرتقبة بين ابن العرب ابن سوريا الشيخ والهندي راجفور، ومع الجولة النهائية ومع الموعد الحاسم الأهم على مستوى أوروبا بل على مستوى العالم. باتت علامة الخوف تظهر لدى اللاعبين، هنا الهندي راجفور يتألق وفي المرصاد الشيخ يتألق أيضا. قفز يا ابن سوريا، هات الهيت شوت. ابن سوريا ضربهم كواهم، كم أنت خطير أيها العربي. أتت علامات الخوف تظهر على الهندي راجفور، قلت لكم منذ البداية بأن أخطر المواجهات التي ترقبها عشاق عالم فري فاير في كل مكان هنا الشيخ وهنا راجفور. الشيخ حرقهم كواهم وبالشوتجن خطف مرماهم. الله عليك يا شيخ، ما الذي تفعله بنا يا شيخ؟ كأنك صاروخ. يقذف الصاروخ باتجاه الرأس، كم أنت كبير أيها العربي.